أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عالم مارينا. موضوع حلقتنا النهاردة إن لسه مكملين معاكم في حلقة جديدة عن حشو العصب، وده من أكتر الحاجات المخيفة بالنسبة للمريض، وبيدور حوالي العديد من الأسئلة والاستفسارات مع هذا الموضوع. معانا ومعاكم دكتورة سلمى، أخصائية علاج الجذور بمراكز الفيلا للأسنان وعضو هيئة التدريس بقسم علاج الجذور بجامعة 6 أكتوبر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا مريم. إحنا بيبقى عندنا مشاكل كتيرة قوي في أسناننا، وأسناننا دي رقم واحد، بتبقى حاجات اللي هي أكتر أشياء اللي بتبقى قلقانة جدا طبعا، ولو الضرس بيتعبنا بيبقى هو يومنا كله بايظ طبعا. فإحنا النهاردة حابين نستفسر منك عن شوية أسئلة عن حاجات إحنا تقريبا ما بنبقاش عارفين ناخد المعلومة الصح منين. فأنت النهاردة معانا عشان بتدينا المعلومة المظبوطة إن شاء الله. ماشي يا دكتورة، جاهزة؟ إن شاء الله. في حاجة بنتكلم فيها عن الحشو وحشو العصب والحاجات دي كلها، تمام. ده كله هنتكلم فيه برضو النهاردة مع حضرتك. فمبدئيا كده عايزين نعرف ايه هو اصلا الحشو العصب. تمام، مبدئيا قبل ما اتكلم عن حشو العصب، تمام، هقول بس انترودكشن او مقدمة بسيطة كده. دلوقتي طبعا مع التقدم العلمي والتكنولوجي اللي حصل في مجال طب الاسنان، اتحول حشو العصب ده من شيء مخيف جدا لشيء سهل جدا. ازاي هو اصلا العصب بيحصل ازاي وجعه، تمام، او التسوس ده بيوصل للعصب ازاي؟ طبعا قبل التسوس ده ما بيوصل للعصب بيمر بمراحل كتيره جدا. ازاي؟ اول حاجه الضرس عندي بيتكون من 3 طبقات. اول حاجه اسمها الانامل او المينا، تاني طبقه الدنتين او العاج، اخر حاجه اللي هنتكلم عنها النهارده اسمها البالب او العصب. طيب ازاي الموضوع بيبدا مع البيشنت او المريض؟ يبدا التسوس يحصل بسيط في الضرس، تمام. دي بداية المشكلة بالظبط. يبدأ ان هو يحس بوجع مع السويتس، مع الحاجات الساقعة، تمام. فيعمل ايه بقى؟ يكبر دماغه وياكل على الجنب التاني، تمام. يجي بعد شوية وقت يبدأ الضرس ده يتحفر، يعمل حاجة اسمها كافيتي، تمام. يبدأ يجمع اكل، طبعا بيحس بشوية وجع، يبدأ ان هو ياخد مسكن وبياخد انتيبيوتيك، تمام، وده طبعا مش صح، تمام، لحد ما ايه الموضوع يتطور ويتدهور ويوصل ليه العصب. اثناء الفتره دي هو مش بيبقى حاسس ان هو الضرس بيتطور معاه بالطريقه دي؟ لا، هو حاسس ان هو بس وجعه وخلاص وهيخف. بالعكس، هو حاسس ان هو وجعه مش يعني فهماني وقلمه ومبهدله، بس هو لا انا مش هروح لدكتور السنين. ومش فاهم قد ايه مدى الصعوبيه اصلا اللي بتحصل جوه داخل طبعًا الضرس نفسه. طبعا وده اكبر غلط. يجي بقى بعد ما التسوس ده يوصل للعصب، يبدا بقى البيشنت خلاص مش قادر ينام، وجع بقى مش مع السويتس والحاجات الكولد بس، السائع والسخن، مش عارف ياكل ومش عارف يشرب ومش عارف ينام، فهماني؟ اللي هو انت لو لمستيه اصلا هيضربك، فهماني؟ فبيبدا ساعتها ان هو يروح لدكتور الاسنان. فطبعا بسبب حاجه زي كده انا بنصح كل مريض ان هو يزور طبيب الاسنان اتليست كل 6 شهور. ده المفروض ده طبعا ده الاطفال كله ده المفروض طبيعي، ان وانس انا حسيت بوجع حتى لو بسيط اروح عند دكتور الاسنان، تمام. نبدا بقى نتكلم ايه هو حشو العصب. باختصار هو عباره عن عمليه بيتم فيها ازاله نسيج العصب الملتهب، تمام، وان انا بنضف قنوات العصب دي وبعوضها بحشوات معينه، بس هو ده باختصار معنى كلمه حشو عصب، تمام. طب هل لو التسوس للعصب فعلا من الافضل ان انا اخلعه وازرع مكانه ولا احشيه؟ لا طبعا، وعايزه اقول لك ان الناس كلها بقت تستسهل موضوع الخلع، فبجد الموضوع ده مش صح بالمره. ليه؟ اول حاجه لما الضرس عندي بيبدا يوصل للعصب لازم احشيه حشو عصب لو حاله الضرس تسمح. ليه؟ طبعا مفيش احسن من خليقه ربنا سبحانه وتعالى، طبعا، فمفيش مكان افضل او بديل افضل للضرس في مكانه غير الضرس نفسه، تمام. فانا ساعتها بعمل حشو عصب او اسمه علاج جذور للاسنان دي، تمام، لو حاله الضرس تسمح بعيدها تاني. شايفين ناس ممكن يبقى الضرس بتاعها متدهور، انا عايزه مثلا احشيه، والعكس صحيح، يعني ممكن واحد يجي اصلا الضرس بتاعه ينفع اعمله عصب يقول لك انا عايز اخلعه، تمام. فساعتها لازم اعمل له حشو عصب عشان اقدر ارجع الضرس ده لوظيفته، يقدر البيشنت ياكل عليه عادي جدا. وطبعا لو حاله الضرس ده بقى بتكون متدمره او متدهوره او ما تسمحش ان انا احشيه حشو عصب، ساعتها للاسف بنلجا للخلع وبعد كده بنعمل زراعه. ده كده انت اختصرتي الفكره نفسها بالظبط. طب افهم من كده ان كل ضرس تسوسه وصل للعصب ان بكده هيحصل الم شديد ومش هعرف انام؟ لا، ودي بقى يعني السؤال ده مهم جدا، واغلب البيشنت لما بيجوا عندنا العياده بيسالوه، يا دكتور ازاي وصل للعصب وانا مش حاسس بوجع اصلا؟ تمام، في ضروس كتير قوي بتوصل للعصب والبيشنت مش بيحس بوجع، تمام، او ممكن يحس بوجع بسيط. طيب زي ايه؟ زي حالات التهاب العصب المزمن، ممكن يبقى البيشنت التسوس بتاعه او الكيرز وصلت للبولب وهو مش حاسس باي بين. في حالات تانية، في حالات تانية زي ايه؟
عندي حالات تانية بيكون فيها العصب اوريدي مات، تمام، تمام نتيجة وجود البكتيريا اللي موجودة في التسوس دي، سببت ان العصب ده حصل حاجة اسمها بالب ديث، تمام، ان العصب ده مات والانسجة بتاعة العصب دي تعفنت، تمام، فالبيشنت مش بيحس بوجع غير لما تحصل بقى الايه الكارثة بعد كده. بقى يعمل ايه؟ البكتيريا دي تبدأ ان هي تعمل لي حاجة اسمها ابسس او خراج، تمام، فطبعا الخراج ده يعني عايزه اقول لك ان اللي جربه فعلا عارف يعني ايه وجع اسنان، فهماني؟ فطبعا الخراج ده بيعمل تاكل في العظم، بعد كده بيعمل مشاكل كبيره قوي، بنتفاجئ بعد كده بقى بالبيشنت وداخل عليا العياده كده والشوارب، فطبعا دي بتبقى موضوع صعب شويه. ده فعلا. طب ايه اللي ممكن يحصل لو انتظرت كتير على حشو العصب وما عملتوش اصلا؟ تمام، لو انا ما عملتش حشو العصب ده وانتظرت عليه كتير هيحصل ايه بقى؟ هتحصل زي ما قلنا ان البولب هيموت، تمام، والبكتيريا هتعمل تعفن لانسجه العصب ده، تمام، فبالتالي البيشنت هيجي بعد كده مش هيحس بالم خلاص، وطبعا هو كل ده الضرس بتاعه اصلا خلاص متبهدل بس هو مش الفكرة حاسس كلها بالم. بتخليني احس بالالم هو العصب نفسه. طبعا طبعا، وساعات انا عايزه بس اقول انوه عن حاجه، الخراج مش لازم خدي يبقى وارم عشان اقول ان الخراج، وانا عايزه اقول ده دي كمان يعني بتبقى مرحله من مراحل الخراج، بتبقى مرحله صعبه شويه. هو الخراج ممكن يبدا، عايزه اقول لك بحاجه بسيطه قوي وممكن اغلب الناس بتشوفها في دروسها وما بتعرفش ده ايه، عارفه انت الحبايه اللي بتطلع في الجلد بتاعنا، بتطلع نفس الحبايه دي عند الضرس اللي حصل له المشكله دي في اللثه، ده كده افهم ان ده انا كده عندي اوائل خراج. طبعا طبعا. وعايزه اقول لك بقى ان دلوقتي طبعا مع المسكن والانتيبيوتيك الموضوع بقى يهدي شويه، تمام، وبرده بيطنش لحد ما توصل بقى الكارثه الكبيره اللي قلت لك عليها، يجي يخد وير، وطبعا يجي يخد بتحصل وير. مضاعفات تانية، انا عايزه اقول لك مش ده بس، بتحصل مضاعفات تانية طبعا احنا في غنى عنها. طب في ناس برضو كتير قوي بتشتكي من الحشو العصب ان بياخد جلسات كتير وده برضو بيكلف المريض وبياخد وقت وجهد كبير، انت رأيك ايه في ده؟ لا بصي، هو الكلام ده حقيقي حقيقي بس كان زمان. ازاي؟ اه دلوقتي طبعا مع الطفره اللي حصلت في مجال طب الاسنان، تمام، وطبعا وجود تطور الاجهزه جدا. طبعا جدا يعني فوق ما تتخيلي، يعني احنا بصي لو قعدنا نتكلم عن حشو العصب ده من هنا للسنه الجايه مش هنخلص، تمام، فالموضوع فعلا كبير. دلوقتي طبعا مع وجود الاجهزه الحديثه بتاعت حشو العصب زي ايه؟ عندي جهاز اسمه جهاز الروتري، عندي الابكس لوكيتر، تمام، عندي الالتراسونيك، وطبعا وجود الميكروسكوب، كل ده طبعا سهل علينا وقت ومجهود، مش لينا احنا لوحدنا، لينا وللبيشنت، لان البيشنت طبعا لما بيقعد على الكرسي، بص انا عايزه اقول لك ان اول الرهبه بتاعته ان هو اصلا دخل عياده اسنان وقعد على الكرسي دي، دي ده لوحدها بتبقى رهبه مرعبة. لوحدها طبعا. فهو دلوقتي بقت الناس عندها فكره حشو العصب دي، ندخل عياده اعمل حشو عصب ان انا كده الدكتور ده يموتني، لا بيبقى بالعكس، تعب فعلا. هو فعلا دي حقيقه، دي حقيقه يعني، واللي جرب حشو العصب انا شخصيا جربته من وانا صغيره يعني، تمام. فالموضوع بيبقى مؤلم جدا، بس طبعا زي ما قلت لك مع وجود التقنيات والاجهزه الحديثه بتاعت حشو العصب دي، تمام، قدرنا ان احنا ممكن نعمل حشو العصب في سيشن واحده بس، ومثلا في خلال مثلا وقت نص ساعه. ايه ده، يعني انا ممكن اعمل حشو عصب في سيشن مره واحده طبعا بس؟ طبعا ده طبعا، بس المفروض ان في طبعا ناس لو بتروح حالة، كتير لا ما انا لسه السيشنز. هقول لك اهو بقى، ما احنا جايين اهو هقول لك اهو الموضوع اللي بيحصل يعني انا بالظبط. دي بالنسبه لي مفاجاه. ما هي دي دي بالنسبه المفاجأة. لي حاجات جميله جدا، يعني هو لا طب سيشنز واحد هي انا حاجة هخلص حلوة جدا ولطيفة جدا للبيشنت والدكتور نفسه، بالظبط. فاهماني؟ فعلا كل اسبوع لازم متابعه طبعا ويشوفه، ايوه، وكل مره وبياخد تعب. وقت، ايوه بالظبط. لا بس الموضوع دلوقتي بقى مختلف تماما، ممكن يخلص في سيشن واحدة بس، طبعا ده اللي بيحدده الطبيب المعالج. في حالات تانية ممكن تاخد بقى جلستين او ثلاثة، تمام، بس طبعا هم دول مش كتير يعني، جلستين او ثلاثة مش كتير على الحالة اللي هو جاي بيها. بتبقى الحالات اللي دي هو عبارة وصل عن ايه بقى؟ متأخر أصلا. برافو عليكي، يبقى الحالة خلاص وصلت لآخرها، تمام، وبدأت ان هي تعمل لي خراج، تمام، فنبتدي بقى غصب عننا اللي لازم نعمل كذا سيشنز. طبعا طبعا، والبكتيريا هي اللي سببت الموضوع ده، ان احنا اهملنا الضرس وسبناه، فبدات ان هي تكون لي الابسس ده. بس طبعا دلوقتي مع وجود التقنيات الحديثه برضو في طب الاسنان، تمام، قدرنا ان احنا نكتشف وسائل ان احنا نقضي بيها تماما على البكتيريا ونعقم قنوات العصب دي تماما، فما نخليش اي اثر للبكتيريا دي، او نسيب مثلا اي حاجه ممكن تعمل فيليور للضرس ده، تمام. بس فالموضوع بقى بسيط طبعا غير الاول تماما تماما يعني دي احسن حاجه انك انت تتكلمي طبعا. فيها، بصراحه انا انبسطت بيها شخصيا يعني. طبعا. لا يعني في الاول مثلا كان في حاجات مثلا بنستخدمها اسمها الفايلز، عارفه حاجه شبه الابره كده، دي ما لوحدها كانت تقوليش يا ما دكتور تقوليش ليها، حاجه دي. ايوه
هي الابر دي فعلا هي عقده نفسيه، اشوفها بس كده بعيني، ايوه يحط يبدا ويجرب يا ان دكتور هو ما هي دي فيش، هتوديها فين دي يا دكتور؟ وهو مشكله بيفضل يلف بالظبط يلف ويبرم، ولا دي مش بالظبط، نافعه غيرها، ده ما بقاش موجود فبتبقى بقى. معاناه. معقوله دي مش اه موجوده؟ طبعا ما بقاش موجود بقى، في جهاز اسمه جهاز الروتري وغيره طبعا كذا كذا حاجه يعني غير جهاز ده دي الروتري، احسن حاجه حصلت هو في الاسنان. بنحطه هو بيشتغل لوحده من غير بقى ما نفضل نعمل كده والبيش. اه يا دكتور الابره دي رايحه فين؟ هي الابره دي والله ما بتفضل بصي اهو، يعني هو حاسس ومأساة، انها هقسله ودي بالظبط نفعت يا ما نفعتش، بالظبط فبتلاقي بقى المريض بيبقى وصل لمرحله خلاص انا فصلت. طبعا. والله انا بحس ايوه بيهم. فعلا بتبقى صعبه جدا. ايوه طبعا طب احنا دلوقتي بقى في حاجه اسمها حشو العادي والحشو العصب، انا تمام. اقدر ازاي اعرف امتى اعمل حشو عادي وامتى اعمل حشو عصب، وايه الفرق ما بين الاتنين؟ حلو السؤال ده. تمام، انا دلوقتي عشان افرق بين الحشو العادي وحشو العصب لازم اول حاجه بمنتهى البساطه عشان بس الناس كلها تفهم، انا عايزه اعرف الضرس او السنه دي عباره عن ايه. الضرس او السنه دي عباره عن الكراون والروت اللي هو الجزء اللي احنا كلنا شايفينه تمام، والروت ده اللي بيبقى مدفون تحت في الجنجفه او في اللثه تمام. طيب دلوقتي الضرس ساوس، تسوس بسيط زي ما قلت لك حاسب بين مع السويتس ومع الحاجات الساقعه دي هو تمام. السنان اللي بتسوس بتبقى سبب السويتس او الحاجات الساقعه طبعا وبسبب ولا الاهمال. لوحديها؟ لا بصي هو طبعا في عوامل كتير قوي تبقى سبب للتسوس ده، بس الاكثر شيوعا دلوقتي اللي ما فيش حد بيهتم باسنانه، ما فيش روتين اعمله ان اغسل سناني مره الصبح ومره بالليل واعمل صادم مثلا اللي هو الووش الماوس ووش اللي احنا بنستخدمه يوميا ده ما حدش بقى يعمله تمام. وطريقه غسل الاسنان نفسها ما بقتش صح، اه تفهماني؟ فطبعا المفروض دلوقتي ان هو اصلا البيشنت بيكون ليها طريقة طبعا معينة. طبعا بقى لها طريقه، فالمفروض دلوقتي المريض وهو داخل العياده تمام الدكتور بيعلمه ازاي يغسل اسنانه تمام اه ازاي. وكمان في يعني زي ما قلت لك في عوامل كتير قوي بسبب تسوس الاسنان ده، ان انا بهمل في تنظيفها تمام، باكل الشوكليت كتير او سويتس عامه احنا طبعا، كلنا الشاي بنحب والقهوه الشوكليت يا دكتور، طبعا احنا ماشي. مش انا لازم نعيش من شخصيا غير بحب الشوكليت. الشوكليت كتير جدا عايز اقول لك والله بجد، بس لازم انضف سناني بعدها. وخلي بالك انا عايزه انوه عن حاجه، تنظيف الاسنان واني اهتم باسناني مش ان انا اغسل بالفرشه بس او امال ايه؟ بالمعجون، لا مش ده طبعا. لازم بعد الميلز او بعد الوجبات بعمل حاجه اسمها فلوسنج. الفلوسنج ده بيبقى حاجه زي خيط اسنان بتتباع في الصيدليه عادي جدا، اه بنضف بيها بقايا الاكل الموجود ده المفروض قبل ما اغسل سناني اصلا. عادي، اغلب ما تغسلي سنانك بعد ما تغسلي سنانك براحتك، المهم ان انت يبقى دي حاجه يوميه بتعمليها اه تمام. بتنضف السنان نفسها. طبعا بتشيلي بقايا الاكل، غير نركز في الحته دي التوث بيك. التوث بيك اللي هي مش عارفه بيسموها ايه، اللي هي الخشبه دي اللي بينضفوا الخلة، بيها الخله، خلة برافو السنين. عليكي هي الخله دي تمام. والله يا مارينا انا عايزه اقول لك بيجي لي ناس مش اللثه بتاعتهم بتجيب دم، بس اللثه منفوخه. طب انت تعرفي انت ان في بتعمل ناس ايه؟ اصلا اي مشوار او اي عزومه او اي مكان بتبقى الخله دي حاجه سامعهم، وده مش صح عشان هما متعودين اكتر حاجه. سنانهم دايما بيدخل في لا الاكل. طبعا بيتعمل فراغات بين الاسنان تمام، بتبهدل الدنيا بين الاسنان، وممكن تبقى دي عرضه يعني الضرس يبقى او السنه تبقى عرضه ان الاكل يتجمع في المنطقه اللي التوث بيك عملتها دي، وتبدا بعد كده تعملي تسوس. فدي مشكله خطيره ما حدش فعلا يبقى عارفها، او في ناس بتعرفها بس بتستسهل. فهو خيط الاسنان ده اكتر حاجه بتبقى يعني مور سيف اكتر من التوث بيك انه ينضف بيها اسنانه المهم ان انا طبعا. برضو قطعتك في الكلام، اصل مشكله الاسنان دي بتبقى هو كلها اسئله، طبعا لان احنا برضو ما بتخلصش. مجربين شخصيا، فاحنا برضو يعني انا قطعتك في نقطه الحشو العادي الحشو والحشو العصب العصب والحشو بالظبط، ما العادي. انا هقول لك اهو تمام. الحشو العادي بقى احنا قلنا شغلنا كله يبقى في الحشو العادي في الكراون، البيشنت ده الضرس بتاعه سوس خلاص، بدأ يحس بشويه الم بسيط خلاص، ده عيان كويس بقى. انا بحب العيانين دول قوي، بيعملوا ايه؟ يجي العياده يا دكتور انا حاسس هنا بالم مع السويتس، في هنا سوسه يا دكتور تمام. هنا ابدا انضف السوسه كده، احنا مالناش علاقه بالعصب خالص، وحطيت بدلها الحشوه اللي انا بعملها، دي بتبقى خارجية. حشوه خارجيه تبقى لون الاسنان تمام، بتبقى لون الاسنان دي بيعيش بيها طبعا، ما بتحتاجش بقى نعمل لها بقى كراون او تحتاج ان انا اعمل لها اي حاجه تانية، هو مجرد بحط الحشوه في سيشن واحده كمان مش زي العصب تمام، في سيشن واحده بس بتخلص، وبحافظ على الهيكل بتاع الضرس نفسه او السنه نفسها تمام. يعني ده الحشو العادي، انما حشو العصب لا طبعا، انا بقى خلاص سبتني اصلا من الكراون ده، نزلت على وضع تاني خالص في الضرس او السنه اللي هو الروت او الجذور، بس احنا لما شغلي بنيجي كله. نعمل مثلا حشو العصب بعد كده بنيجي نركب الكراون، هل بعد كده ممكن تحصل اي مشكله داخليه ولا من مستحيل ان ما ده هو يحصل؟ لا هنقول بقى الكلام ده دلوقتي. اه اه طب ده لما كله الضرس يكون فيه الم شديد ومش عارف انام منه،
هل بيكون محتاج حشو عصب اصلا؟ اه طبعا بيكون محتاج حشو عصب، وده بقى السبب اللي بيخلي البيشنت يتنازل ويروح عند طبيب الاسنان، برغم ان هو خلي بالك يعني هو بقاله فتره عارف ان ضرسه محفور وبيجمع اكله وتعبه، إيه خلاص انا هاخد شويه مسكن وهبقى كويس ان شاء الله، فاهماني؟ لحد ما طبعا المشكله تزداد سوء، التسوس ده يبدا يوصل للعصب، فطبعا بيبقى الالم غير محتمل فبيضطر ان هو يروح لطبيب الاسنان. طب وبعد ما بحشي بقى الحشو العصب او الحشو العادي، يعني اقدر اتعامل مع ضرس طبيعي واقدر اكل عليه اي شيء وبيعيش اصلا معايا مده طويله، ولا ده بيبقى ايه؟ لا لسه في خطوه بقى، في خطوه تانية بنعملها بعد ما بنخلص حشو العصب وبنخلص الفاينل ستريشن اللي هي الحشوه بتاعه الكراون بقى نفسه ونقفل الضرس خالص، تمام؟ البيشنت لازم يعمل حاجه اسمها كراون او طربوش، وده اللي اغلب الناس مش بتعمله، تمام؟ اغلب الناس بتكسل ان هي تعمله، خلاص انا عملت حشو عصب الوجع راح او البين راح خلاص، خلاص انا كده بس مطمن مش بنتفاجئ. لازم بقى. لا طبعا بنتفاجئ بكارثه تانية حصلت، يجي بعد كده الضرس ده مكسور نصين او جزء من الضرس ده اتكسر، تمام؟ ليه ما عملش حاجه اسمها كراون او تربوش؟ ليه برضو ليه بنعمل الكراون او التربوش ده؟ اولا عشان نحمي الضرس ده من ان هو يتكسر. طب ايه اللي ممكن يخليه يتكسر؟ تمام، انا دلوقتي التسوس وانس ان هو وصل للعصب، الضرس بتاعي ده بقى ايه ضعيف جدا، تمام؟ من كميه التسوس اللي كانت فيه، والضرس بيضعف اكتر كمان من البروسيجرز اللي احنا بنعملها او الاجراءات اللي بنعملها في الحشو العصب، كل ده طبعا بيضعف الضرس ده اكتر ما هو اصلا ضعيف، فلازم نحافظ عليه بان احنا بنعمل له كراون او طربوش، نحافظ عليه يقدر الضرس ده يرجع لوظيفته، البيشنت يقدر ياكل عليه ويشرب براحته عادي جدا مفيش اي مشاكل. انما طبعا اللي ما بيعملش الكراون بعد العصب وبيجي يشتكي تبقى مشكله ان هو اهمل في الضرس ده، يعني انت سبته عملت الحشو العصب وسبته ما عملتش حاجه تحافظ عليه. فهي دي بقى بس مشكله. اه ده في طبعا ناس كتير بتقول عملت حشو عصب وما نفعش معايا وحصل ورم والم شديد، ده اللي انت كنت برضه لسه بتتكلمي عنه، هي ايوه دي بقى دي بالظبط الحاله احنا وصلنا لها. بالظبط انت عامل معاها ازاي؟ تمام. هو فعلا في بيجي بيشنت كتير قوي، يا دكتور انا عملت حشو العصب وخلصته وتمام والدنيا زي الفل، وبعد كده لقيت خدي وارم. تمام، طيب بتبقى ايه المشكله او ايه سبب المشكله دي؟ بتبقى سبب المشكله دي ان قنوات العصب اللي احنا بنتكلم عنها، مش احنا قلنا دلوقتي ان الجذور او الروتس دي بيبقى فيها قنوات عصب، هي دي اصلا اللي بتلتهب واللي بتعمل المشاكل كلها، بننظفها. دي المفروض بتنضف من اولها لاخرها، هي بنتعامل معاها بالملي، عايزه اقول لك ان كل ملي فيها لازم يتنضف كويس جدا جدا جدا. فسبب بقى ان انا بعد ما خلصت حشو العصب واتقفل والبيشنت يرجع يا دكتور انا عملت حشو العصب وورم او الحشو باظ، بيبقى سببه ان القنوات دي ما اتنضفتش كويس، تمام؟ فطبعا بيجي البيشنت بعد كده يشتكي ان حصل ورم، ان حصل خراج، تمام؟ في مشاكل طبعا بتحصل كتير قوي بسبب ان حشو العصب مش معمول كويس، والبيشنت بيبقى متضايق جدا ساعتها ان حصل كده. طبعا طبعا. بس ده هل بقى مش يضايق بس، ده جننه. طبعا بس السؤال دلوقتي بقى، طب هل يا دكتور لو حصل كده اخلع الضرس ده؟ لا ما ينفعش ان انا اخلعه، لان دلوقتي طبعا زي ما قلنا مع التقنيات والاجهزه الحديثه اللي حصلت دلوقتي في مجال طب الاسنان، بقى في عندنا اشعه ثلاثيه الابعاد اللي احنا بنسميها سي بي سي تي او كوم بيم سي تي، تمام؟ دي بنقدر من خلالها نتعرف على السبب اللي ادى ان حشو العصب ده يفشل، تمام؟ ونبدا ان احنا نعالجه. طبعا مع وجود الميكروسكوب بقى الموضوع سهل جدا، بنبدا نعمل حاجه اسمها ريتريتمنت اللي هو اعاده حشو العصب، يعني احنا عملنا حشو بنعيد العصب تاني. بنشيله وبنعيد من اول وجديد، تمام؟ فطبعا المشاكل دي وعايزه اقول لك دي اكتر مشكله ممكن نواجهها، ان يجي الحاله بتاعه الحشو العصب المعمول ده تكون بايظه والبيشنت بيشتكي منها. هي دي برضو الطريقة بتاعت الحشو بتفرق برضو مع الأطفال والكبار، ولا هو بيكون كله سيستم واحد؟ لا طبعا بتفرق طريقة الحشو، الماتيريالز نفسها طبعا بتفرق من الصغيرين للكبار، لأن في بتفرق. أطفال ما بتستحملش ال يعني انت مش اكيد صعب حاسه عليا. صح؟ انت اكيد صعبه عليا، يعني طبعا بتبقى صعبه جدا ان الطفل يبقى داخل عند الدكتور في العياده، موقف طبعا بيبقى مرهب شويه، طبعا ان هيحط لي بقى حقنه والكلام ده. طبعا. هل يعني في الدكتور برضو يقدر كمان انه يساعده نفسيا بان هو ما يتوترش؟ عايزه اقول لك ان احنا ممكن نجيب طفل في سيشن بس بنهيئه ان هو يقعد على الكرسي بس، سيشن واحده من غير ما نعمل له اي حاجه في اسنانه ما هي دي بقى. من ناحيه حشو العصب، بس فاهماني؟ بس عايزه اقول بيبقى اصعب في الاطفال من ناحيه الوجع، فاهماني؟ وطبعا انا يعني ضد ان اي حد يستسهل ويخلع خلاص ماما دي هيبدل. بتحصل مع ناس طب كتير. وليه؟ انا لا خلاص هخلع، لا ده مش صح ما طبعا. عنديش طولة بال بقى، لان لا انا طبعا. انت تعرفي ان برضو فكرة الخلع ليه الناس بتلجأ ليها بسبب السيشنات كتيرة اللي هي بتكون بتاعت حشو العصب، لا بتخلينا خلاص انا هخلع، ده انا لسه هروح احشي. طب وهو لما بيخلع البيشنت ده لما بيخلع بيرتاح؟ اكيد لا، خلاص انا لا خسرت الضرس بتاعي اصلا. اولا خسر الضرس،
تقريبا ثانيا بيبقى فيه ألم أصلا بعد الخلع. هو مش معنى انه خلع هو كده ارتاح، اولا انت فقدت الضرس دي مشكله، تاني حاجه ساعات بيحصل الم. فعشان كده دايما الناس تسال يا دكتور طيب هو حشو العصب بيحصل بعديه الم زي الخلع؟ يعني هم دلوقتي بقى في مقارنه بين حشو العصب والخلع، ما انت لازم في ضريبه المرض ده، فاهم قصدي؟ او صح. ضريبه او ضريبه اهمالك للي انت سبت ضرسك يوصل للمرحله دي، فاهماني؟ وممكن فعلا يجي ناس كتيره جدا العياده، بتحصل كتير، يا دكتور انا مش مستحمل. طب تمام، التريتمنت بلان بتاعتنا او خطه العلاج ان احنا هنعمل مثلا نبدا نعمل حشو عصب، بعد كده نعمل الحشوه النهائيه والبوست او الدعامه، بعد كده الطربوش، بنشرح له. لا يا دكتور، لا لا عايز اخلع. انا عايز اخلع خلاص، والله ضرسك بالظبط الكلام ده كله، عايز اخلع ده مش فعلا. صح. اولا اولا انت زي ما قلنا من شويه ان خليقه ربنا مفيش زيها، انت مهما تعوض مكان الضرس ده، برغم ان زي ما قلت لك برضه بقى في دلوقتي تقنيات وحاجات حديثه جدا في طب الاسنان، ممكن بعد ما حد يخلع نزرع، بس برضه انت عمرك ما هترجع الضرس ده زي ما كان او زي ما ربنا خلقه. طب بصي يا دكتوره، برضو عايزه اسالك سؤال اخير، طبعا احنا الوقت عندنا بيخلص بسرعه، اتفضلي. بس عايزاكي تقولي لي السؤال الاجابه في 3 دقائق مثلا. تمام. بعد ما بحشي الحشو العصب هحس برضو بألم شديد؟ بيحصل الم، بس مش الم شديد. تمام. ايه عباره عن ايه؟ هقول لك بقى، بعد ما البيشنت بيخلص حشو العصب يجي بعد ده مثلا بيومين يتصل يا دكتور الضرس وجعني. تمام. ده طبيعي. طبيعي ليه؟ قنوات العصب دي بتبقى حاجه رفيعه خالص، ان احنا نبدا ننظف ونشيل البكتيريا تمام والعدوى اللي فيها، ونبدا نوسع في القنوات، فالبروسيجر ده نفسه بيألم. ان البيشنت يبقى مستحمل ده او الضرس نفسه مستحمل ده، ده بيألم. تمام. غير ان انا اصلا بعمل اجهاد للاربطه اللي ماسكه الاسنان. تمام. فالبيشنت بيجي بعد كده بيحس بوجع، بس طبعا بيكون وجع مؤقت، بياخد معاه كام يوم وخلاص الموضوع بيكون انتهى. طب احنا برضو استفدنا فعلا منك كتير يا دكتور، وللاسف وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. الوقت عدى بينا طبعا بسرعه في حوارنا مع الدكتوره سلمى، اللي استفدنا منها بمعلومات كتيره جدا، ومنها ونفسنا ان احنا ناخد معلومات منها كتير. ونحب نشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وبنشكر الدكتور سلمى على وجودها معانا النهارده، وانتظرونا الاسبوع القادم لحلقه جديده من برنامجكم عالم مارينا، وشكرا لكم.